وحنا ما خبرناش هاد الشهاده، والان الله يرحمه ويوسع عليه. وكنطلب من هاد الشباب يدير حل لراسو، ما يعولش على المسؤولين الشفاره، ما يعولش عليهم، راه كيقضيو حاجه لروسهم، كيمشيو يقريو ولادهم في امريكان بالزبابل ديال الفلوس، وانا كنقري ولدي ب 700 ريال وما طامعين فيا، يقول لك شري هذه شري هذه، راه كل المساكين بحال هكا. وكنقول المساكين يقلبوا على روسهم ويقلبوا على الحل. سيد ذو اخلاق عاليه، متربي، طيب للغايه زعما، ولكن صراحه صدمه كبيره اننا تلقينا الخبر انه توفى. وما علينا، ندعيو معاه ان شاء الله. وهذا ما كان الحياه شنو كتقدر عليك شي حوايج، بعض المره خصك ديرهم بزز منك باش تخرج دوك الوالدين ديالك من ديك المحنه اللي عايشين فيها. راه جينا انا فرصه حاليا دابا تجيني يقول لي بنادم تمشي، راه غادي نمشي، راه ما غاديش نبقى في هذه الارض هذه لحقاش. علاش كتلقى فيها شي حوايج اللي ما عطاشكش، كتدمر وكتقاتل وكتوصل فين ما بغيتي، ولكن ما عمرك غادي توصل في هذه الارض السعيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الكافر كيجلسوا قوة كينهروا كيجلسوا واحد القوة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.